بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. تحياتنا لكل متابعينا من كل ولايات الوطن. عدنا لكم فيديو جديد من سلسلة المراجعة الشاملة من كتاب السلسلة الفضية. راح نبدأ مع بعضنا الوحدة الثانية اللي هي لو ديبا دي دي، راح نقرأ فيها كنوع من النصوص لو تيكست ارغومونتاتيف، يعني النص الحجاجي. وسنا مقر عليكم النص الحجاجي الجدلي، يعني اللي فيه فكرتين ولا وجهتين نظر متعارضتين. خابية دونك، اول حاجه لازم نعرفها كيما درنا في لو تيكست في البلاي ليست تاع الوحده الاولى تيكست هيستوريك، كيما وصيتكم لازم تعرف لي كاركتيرستيك تاع النص، يعني الخصائص تاع النص، وتعرف مفردات النص. سي كلير، هذا لانه كي تعرف الخصائص راح تتوقع واش راح يطرح لك كاسئله، كي تعرف المفردات راح تعاونك انك تفهم النص وتفهم الاسئله وتقدر تجاوب عليهم فاسيلمون. يعني راني حاولت في لا فيديو هذه اني درت لكم ملخص شامل تاع الوحده الثانيه، يعني جمعتكم فيها جميع الدروس في فيديو واحد فقط هكا باش نسهل عليكم المراجعه. دونك لو تيكست ارغومونتاتيف سي ان تيب دو تيكست دون لوكيل اون ديفون اون ايدي، يعني النص الحجاجي راهو نوع من النصوص اللي ندافعوا فيه على فكره معينه، نكونوا معاها يعني ولا ممكن انه نكونوا ضدها، بتقديم حجج، يعني نقدم حجج والحجج ممكن تكون انها مرفقه بامثله. هذه اول نقطه نعرفها على النص الحجاجي واش معناه. نتوما التلاميذ المتمدرسين واش قريتو في البروجي هذا؟ قريتو سيكونس 1 و سيكونس 2. سيكونس 1 عنوان تاعها برودوير ان تيكست بور كونفانكر او بيرسوادي، وشي هو الفرق بين كونفانكر او بيرسوادي؟ هنا الهدف تاع الكاتب في النصوص تاع الوحده الاولى انه لوتور فو كونفانكر او بيرسوادي، يعني يهدف انه يقنعني بطريقتين. كونفانكر يمد لي حجج تعتمد على المنطق، يعني يقنعني بالمنطق. دونك هنا نقولو كونفانكر، اذا عطاني حجج تعتمد على لي سونتيمون، يعني هنا يقنعني بالعاطفه، نقولو بيرسوادي. هذا هو الفرق، والتالي هما راهم في زوج الاقناع. سيكونس دو برودوير ان تيكست بو كونسيدي اي ريفوتي، هنا نهضروا على استراتيجيتين تعتمد في النص الحجاجي اللي هي لا كونسيسيون اي لا ريفوتاسيون. واش معناتها؟ هنا الكاتب يعتمد لي على استراتيجيه كونسيدي كي يعتمد على الاستراتيجيه تاع لا كونسيسيون. واش معناتها؟ انه هنايا قبول جزئي لوجهه نظر معينه ومن بعد يعارضها يقدم حجج قويه، يعني يقول لك هيه من المؤكد انه هذه الحاجه صحيحه، ولكن من بعد يبدا يمد لي الحجج اللي تعارض الفكره هذيك. ولا غيفوتي هنا يرفض رفض تام لفكره معينه ومن بعد يقدم حجج ضدها. هذا واش معناتها كونسيدي وغيفوتي؟ يعني المفاهيم الاوليه هذو لازم تعرفوهم، من بعد بشويه نمشيو مع بعضنا ونفهمو. دونك هنا مديت لكم اكزامبل دو تام ابوردي دون زان ديبا، يعني واش هما لي تام لي دورو في عليهم بزاف مواضيع البكالوريا. عندنا لو نيميريك، عندنا ليا اللي هي لانتيليجونس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي كيما هذاك شات جي بي تي ولا شات جي تي بي، يعني نسيت جي بي تي. دونك لو او كوميرس، لا ليكتور، عندنا لو ليفر بابي لو ليفر الكترونيك، لونيفورم ا ليكول، لي ريزو سوسيو تيك توك انستغرام ايتترا، لي تيك لي هما لي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، ولا لي نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، يعني تقنيات الاتصال والاعلام الجديده ممكن يهضر لي عليها في المجال تاع التربيه، الاستعمال تاعها في المجال تاع التربيه، يهضر لي على لي ريزو سوسيو، يهضر لي على سورتو لانتيليجونس ارتيفيسيال، يعني راهي من لي تام المتوقعين هذا، لانها كيما نقولوا ان سوجي داكتواليتي، يعني موضوع الساعه. دونك نروحوا هنايا لو ليكسيك ريلاتيف او تيكست ارغومونتاتيف. هنايا عندنا في لو ليكسيك ريلاتيف او تيكست ارغومونتاتيف عطيتكم مجموعه من المصطلحات اللي تخص النص الحجاجي باش تعاونكم انكم تفهموه. واش معناتها ديبا؟ معناته نقاش جدال، ونعطيكم يعني حتى لي سينونيم، يعني ان ديبا معناته ان كونتروفيرس ولا ان بوليميك، لانه هذه الكلمات ممكن يجيوكم في الاسئله ولا يكونوا في النص، كي تكون على درايه بهم يعاونوك بزاف تفهم النص وتجاوب على الاسئله. لو تام معناته موضوع النص، يعني لو سوجي ابوردي ولا لي دي جينيرال. بروبليماتيك يعني الاشكاليه اللي تطرح عاده في الفقره الاولى مع لو تام تاع النص، وهو سي لو بروبليم بوزي. لا تيز هي وجهه النظر، معناتها لا في ولا لو بوين دو في ولا لوبينيون. ولا تيز هذه ممكن انه تطرح بطريقه مباشره، يطرحها الكاتب بطريقه مباشره ولا صريحه، يعني جمله هكا يصرح بها بوجهه النظر، ولا ممكن تجي من خلال السياق، يعني كي تقرا انت لو تيكست وتفهمها. خابيه هنا في لا تيز عندي النص تاعي يكون فيه دو تيز لي يكونوا متعاكستين. سي كلير يكونوا متعاكستين، عندي اون تيز بوغ و تيز كونتر، ولا نقولوا تيز اون تيز دو. سي كلير، ما على بالناش الكاتب واش راح يبدا، قادر يبدا بتيز
اللي هي كونتر ومن بعد ينتقل لا تيز اللي هي بور. دونك لا تيز اللي هي بور نقولوا عليها لا تيز ديفوندي ولا لا تيز سوتوني، ولا تيز اللي هي راهي كونتر نقولوا انتي تيز، تيز دينونسي، تيز ريفوتي، لو بوين دو فيو كونترير ايتترا. لارغومون هو الحجه، و ايل بوت اتر لوجيك ولا افكتيف كيما قلت لكم. اذا كان منطقي نقولوا لوتور راح حاب il veut convaincre، واذا كان affectif يعني معتمد على العاطفه نقولوا l'auteur veut persuader. وهنا عندنا ليكزامبل اللي يجيب هذه الحجه، يجي باش يوضح لي الحجه وباش يدعمها. الفرق بين ليكزامبل والارغومون كيفاش نفرق نعرف باللي هذا ستان ارغومون هذا ستان ليكزامبل. لارغومون ديما يجي قبل ليكزامبل، هذه نقطه، ولارغومون يكون عام وليكزامبل يكون خاص. يعني نمد لك حجه تكون شامله بصفه عامه، ومن بعد نبدا نخصص على الحجه هذيك ونعطيك مثال يكون خاص يعني باش ندعم الحجه تاعي. لا بريز دو بوزيسيون اللي هي الموقف، موقف الكاتب في النص، عاده هنا يكون في اخر الفقره، يكون في لا كونكلوزيون. الكاتب يتبنى وجهه نظر واحده ويمد الموقف تاعو، ولا ممكن انه ما يتبنى حتى وجهه نظر، يكون حيادي. وعندي هنا لاكور اي لو ديزاكور، معناته القبول والرفض. يعني هنا سي لو ليكسيك دو لاكور اي لو ديزاكور، يعني لو بور اي لو كونتر. هذا واش معناتها كي نقولوا لاكور اي لو ديزاكور. ان ديبا، عندي لاكور وعندي لو ديزاكور، هذو كلمات عندهم علاقه بلاكور كي نكون بور، وهذو عندهم علاقه بلو ديزاكور كي نكون كونتر. يعني هنا بار اكزومبل نقول مزايا، نقول اكور، نقول اونيون، ايجابيات، موافقه. وعندي هنا كي نكون في لو ديزاكور نقول لي زانكونفينيون، العيوب، السلبيات ايتترا. المؤيدين، اشخاص مؤيدين نقولوا لي بارتيزون، لي سوتيان، لي ادابت، لي ديفونسور. والاشخاص المعارضين نقولوا لهم لي ديتراكتور، لي ادفيرسير، لي اوبوزون، لي كونتراديكتور ايتترا. يعني هذو لازم تكونوا تعرفوهم، هذا المفردات لازم يعاونوكم بزاف. نروحوا هنا لي بلان تاع لو تيكست ارغومونتاتيف، كيفاش تجي البنيه ولا لا ستركتور تاع دانتيكست ارغومونتاتيف. النص تاعي يكون جدلي، عندي ان بلان ديالكتيك، يكونوا فيه دو تيز كي سافرونت، يعني وجهتين نظر متعارضتين. اول حاجه نلقى نص تاعي فيه مقدمه يطرح لي فيها لو تام، يلونسي لي فيها لو تام، ويزيد لي معاه الاشكاليه لا بروبليماتيك. ومن بعدها يكون عندي يعني كيسقسيني على لو تام باغ اكزومبل في الباك، وين راح نروح نحوس؟ نروح نحوس في لانتروداكسيون. يسقسيني على لو بروبليم بوزي، وين نحوس؟ نروح نحوس عليه في لانتروداكسيون. يعني هذه في واش تهمك لا ستركتور. ثاني حاجه لو ديفلوبمون، لو ديفلوبمون اللي فيه تيز اون وفيه يعني لا تيز اون ولا تيز دو. تري بيان، لا تيز اون، لا تيز اون كونوا معاها لي زارغومون، ولي زارغومون ممكن يوضحهم لي بدي زيكزومبل. يعني لي زيكزومبل ماشي شرط ديما كل ارغومون معاها اكزومبل. باش نفوت من لا تيز اون، لا تيز اون من وجهه نظر، وجهه نظر معاكسه، نستعمل الكاتب يستعمل حاجه يقولها لا ترانزيسيون، يعني باسي دو لا تيز ا لونتي تيز، يعني ننتقل من وجهه نظر وجهه نظر معاكسه باستعمال اداه كي اكسبريم لوبوزيسيون. نستعمل اداه لي تعبر لي على الضد، كيما بورتون، كيما توت فوا، كيما سوبوندون ايتترا. يعني كاين بزاف ادوات لي يعبروا على لوبوزيسيون. بعدها نلقى لا تيز دو، لا تيز دو ولا نسميها لونتي تيز لانها عكس لا تيز اون، يكونوا معاها حتى هي الحجج ومعاها قادر يكونوا الامثله. بعدها واش نلقى في النص؟ نلقى لا كونكلوزيون اللي نلقى فيها لا بريز دو بوزيسيون دو لوتور، الموقف تاع الكاتب، قادر يتبنى لا تيز اون ولا لا تيز دو، ولا ممكن انه يلتزم الحياد. هذه لا ستركتور العامه نتاع لو تيكست ارغومونتاتيف، يجي بالطريقه هذه. بالنسبه لو بلون اكوميلاتيف، نتوما من المفروض مش مقرر عليكم لو بلون اكوميلاتيف، يعني قريتوه اون بروميير اني اون دوزيام، يعني تكون فيه فرق اون سول تيز. مي اذا الكاتب من لا استراتيجي تاع لا كونسيسيون ولا تاع لا ريفوتاسيون، لانه في لا استراتيجي تاع لا كونسيسيون اي لا ريفوتاسيون راح الكاتب راح يميل لوجهه نظر واحده، وجهه نظر وحده كي شغل يتجاهلها، تسمى ما يمدش عليها لي زارغومون بزاف. على هذاك سي بور سا يبان باللي كي شغل النص راه فيه اون سول تاز، هو في الحقيقه فيه دو تاز، ومن بعد الكاتب يميل لوحده ويمد عليها حجج، واللي يرفضها ما يهضرش عليها بزاف. هذا هو لو بلان اكوميلاتيف. نروحو نشوفو لي استراتيجي تاع لا كونسيسيون لا ريفوتاسيون. مديت لكم دي زيكزامبل من نماذج تاع بكالوريا باش تفهمو مليح واش راني نقصد. كيما هنا لا استراتيجي تاع لا كونسيسيون جات في سوجي دو باك لونغز اترونجير 2019 سوجي نيميرو 2. هنا واش قال لي؟ قال لي الي سيرت، الي سيرت دي جون كي دوت ايتترا، يعني من المؤكد ان، وطرح لي وجهه نظر، ومن بعد قال لي مي، ومن بعد عاكسها يعني كان ضدها ومد وجهه النظر اللي تعكسها، ومن بعد دعم وجهه النظر المعاكسه، مدها لي دعمها بالحجج. يعني كي شغل قبل لي جزء قال لي هيه
صح من المؤكد ان ولكن هذه هي لا استراتيجي تاع لا كومبليمنت سوجي دو باك لاتر اي فيلوزوفي 2020 سوجي نيميرو 2 جات لا استراتيجي تاع لا كونسيسيون دونك هنا ها هو قلنا ميم سي نيومو ميم سي ان نومبر امبورطون ديتود مونتر كو ليتيك فافوريز دو ميور enseignement et d'apprentissage. Plusieurs autres recherches révèlent au contraire. يعني قالك حتى وإذا تقنيات الإعلام والاتصال تعطينا ولا تسهل لنا عملية التعليم والتعلم، لكن plusieurs هنا يعني مي plusieurs autres recherches révèlent au contraire. يعني قالك كاين أبحاث عدة أبحاث تبين باللي راه عندها كيشغل تأثير آخر سلبي. يعني كيشغل قبل لي الفكره ومن بعد عارضها لي ويبدا يمد لي الحجج دونك سي تو استراتيجي دو كونسيسيون. نروحو نشوفو لا ريفوتاسيون جاتنا هنايا في سوجي دو باك فيليا كومين 2020 سوجي نيميرو 2 لونفونس ا لير دو نوميريك. هنا هضر لي على الفكره الاولى ومن بعد قال لي ا لانفيرس يعني عطاني وجهه النظر بعدها عكسها لي تماما يعني ما قبلش من با جزء منها عكسها تماما ومد لي الحجج اللي راهي ضد دونك هنا سي اون ريفوتاسيون راه رافض تماما سي كلير. هذه هي لا استراتيجي تاع لا كونسيسيون اي لا ريفوتاسيون. نروحو نشوفو نقطه تاع لي فيزي كومونيكاتيف دان تيكست ارغومونتاتيف اللي هي الاهداف التواصليه تاع الكاتب في نص حجاجي. هنا خيرت لكم لي فيزي برينسيبال يعني لا فيزي جينيرال هي كونفانكر الهدف العام تاع اي نص حجاجي هو كونفانكر ولكن ديما لا فيزي راهي تقعد على حساب محتوى النص يعني لازمني نقرا مليح ونثبت روحي ونعرف واش هو هدف الكاتب في هذاك النص. عندي لا فيزي تاع كونفانكر يعني كاتب الهدف تاعو راهو حاب يقنعني واذا بيرسيادي ثاني الفيز ا بيرسيادي هنا اذا كانت الحجج تاعي تعتمد على العاطفه وهنا اذا كانت الحجج تاعي تعتمد على المنطق. وعندي لا فيزي الثالثه اللي هي ديفوندر لوتور فو ديفوندر ولا فيز ا ديفوندر ان بوين دو في معين. وعندي دينونسي هنا نلقى لو ليكسيك فالوريزون لا بوزيتيف ولا ميليوراتيف يعني اذا الكاتب يدافع على فكره راح نلقاه استعمل مفردات ايجابيه. هنا دينونسي راهي العكس تاعها يعني هنا يدافع هنا راه ضد فكره معينه ولا وجهه نظر. نلقى ان ليكسيك ديفالوريزون ولا نيجاتيف ولا ان ليكسيك بيجوراتيف يعني مفردات سلبيه. يعني نشوفوا كيفاش تجي هذه في مواضيع البكالوريا كسؤال. عندنا كيسيون في الباك جات في 2023 في سوجي تاع لي فيليير كومون وسوجي تاع لتر اي فيلوزوفي. خيرنا لكم لي دو سوجي هادو. عندنا جات سيرت سؤال كيما قلت لكم في الوحده تاع تكست هيستوريك ممكن يجيك سؤال باختيارات اذا طلب منك عطاك اربع اختيارات راح يقولك خير زوج اذا عطاك ثلاثه راح يقولك خير واحد ولا انه يجي سؤال مباشر يقولك ديريكتومون كالي لا فيزي ولا كالي لانتونسيون دو لوتور دو سو تكست كسؤال مباشر انت وحدك تستخرجها. هنا جا بسؤال باختيارات فيه ثلاث اختيارات. هنا قال لك ديفوندر لا ليكتور النص تاعنا كان يهضر على المطالعه على لا ليكتور اون طون كو اكتيفيتي اوتيل يعني هنا كي نقراو النص تاع 2023 تاع الشعب العلميه راح نلقاو باللي النص يهضر على المطالعه ويهضر على المزايا تاعها واستعمل الكاتب مفردات ايجابيه دونك لا فيزي الاجابه الصحيحه كانت ديفوندر. هنا في سوجي دو باك فيلوزوفي النص تاعنا كان يهضر على لي جو فيديو والكاتب تاعي كان يسعى الاقناع دونك هنايا ما استعملش مفردات ايجابيه دونك ما كانش يهضر على لي بيان في وما كانش نص يشرح لي فيه يقدم لي شروحات ولكن كان نص باغي انه يقنعني بلانو انتروداكسيون دي جو فيديو دونك هنا يعني بيان سور لازم نترجع وتقرا لو تيكست باش تقدر تعرف كيفاش حتى نخترنا لا فيزي تاع كونفينك. هذه كانت الاجابه الصحيحه يعني انا الهدف تاعي هنا في النقطه هذه انك تعرف واش هما لي فيزي نتاع لو تيكست ارغومونتاتيف. وفي تيكست ارغومونتاتيف لا فيزي ماشي كيما لو تيكست هيستوريك هنا تركز بزاف انك تفهم السياق تاع النص والمحتوى تاع النص والمفردات المستعمله من طرف الكاتب اسكو سلبيه ايجابيه باش تقدر تخير لا فيزي صحيحه. نروحو نشوفو هنايا نقطه ثاني اللي تحضر مع لو تيكست ارغومونتاتيف اللي هي لو رابور ولا ليكسبرسيون دو لوبوزيسيون اي دو لا كونسيسيون يعني كدرس كما قرينا لي رابور لوجيك في الوحده تاع لو تيكست هيستوريك قرينا الروابط المنطقيه قرينا لا كوز اي لا كونسيكونس وقلنا باللي في الروابط المنطقيه كاينه اللي تجي مباشره اكسبليسيت وكاينه اللي تجي غير مباشره امبليسيت. المباشره نلقى فيها الاداه
وغير مباشره نلقى فيها غير ادوات الوقف ولا علامات الوقف سكلار يعني نلقى الفاصله نلقى ما لقاش استعمل الاداه. نروحوا نشوفوا هنايا لوبوزيسيون. لوبوزيسيون معناتها التضاد. وش هو الفرق ما بين لوبوزيسيون الى كونسيسيون؟ هما راهم دو رابور متقاربين وعندهم تقريبا نفس الادوات يستعملوا في لوبوزيسيون نفسهم تقريبا يستعملوهم في لا كونسيسيون، ولكن هذه كيعود فيه تضاد ولا كونسيسيون كيعود فيه تناقض. يعني لوبوزيسيون هو جملتين ما بيناتهم رابط منطقي نتاع التضاد، ولا كونسيسيون جملتين ما بينات مرابط نتاع التناقض. فقط نشوفوا لوبوزيسيون ليكزامبل هنايا سيت ايتي اي تي تري شو alors que l'été dernier a été très froid. هذا تضاد، يعني الصيف هذا راه بارد والصيف تاع العام اللي فات كان سخون، يعني كان فيه تضاد ما بين الفكره هذه والفكره هذه، وهذه الاداه اللي تعبر لي على التضاد فقط. وعندي هنا لا كونسيسيون هي التناقض، يعني يكون فيه تناقض نوع من التناقض في المعنى تاع الجمله. يعني هنا واش يخليني نعرف باللي اسكو او كونسيسيون ولا اوبوزيسيون؟ لازم نروح نشوف المعنى تاع الجمله. اذا كان فيه تناقض ما بين فكرتين نقول باللي راهي كونسيسيون، اذا كان فيه تضاد نقول سي اون اوبوزيسيون فقط. دونك هنايا بيان كيل سوا بليسي يل كونتينيو سون ماتش، يعني واحد بليسي راه بليسي بصح راه مستمر يلعب في الماتش. دونك هنا باين بلي كاين تناقض في الفكرتين، من المفروض واحد لي بليسي يحبس ما يلعبش. فهمتوا الفكره هنايا؟ دونك هنا عطيتكم لو طابلو نتاع لي زارتيكيلاتور لي نعبروهم، يعني الشائعه في الاستعمال تاع لوبوزيسيون لا كونسيسيون. بارفوا تلقاو وحده حطيتها لكم هنا تقدر تستعملها هنا ولا العكس. راني قلت لكم هنا مديت لكم ان طابلو تاع وراهي لي شائعه في لا كونسيسيون وراهي لي شائعه في لوبوزيسيون، ولكن هنايا تعتمد ديما على المعنى. الاداه راهي ما تهمش، راهم الادوات تقريبا مشتركه بيناتهم، ادوات ما تهمش، تهم اني نعرف المعنى اسكو عندي تناقض ولا عندي تضاد. دونك بالنسبه لا كونسيسيون نقدر نعبر عليها بطريقه اخرى. كيفاش نقدر نعبر عليها؟ نقدر نعبر عليها اني نستعمل هذا الصيغ، ممكن الصيغ هذو يعاونوني نعرف باللي هذاك سي تان رابور دو كونسيسيون. كي نشوفهم في التكست هذا الصيغ نعرف باللي كاين كونسيسيون في النص. يقول لك سيغت مي، من المؤكد ولكن، سي كلاغ اي لي سيغت كو مي اي لي فغي كو، يعني حقيقة انه هذيك الفكرة حقيقية، ولكن اي لي اكزاكت كو اون روفانش سان دوت توت فوا. دونك كي نلقى هذا الصيغ هذو انا عطيتكم يعني الغالبة، نعرف باللي عندي كونسيسيون في النص، كيما اللي شفناها في السوجي تاع البكالوريا اللي نعدته لكم درك. دونك هنا كيما هضرنا على لوبوزيسيون لا كونسيسيون ممكن انه نلقى تعبر عليها بطريقه غير مباشره، يعني ما نلقاش الاداه ما نلقاش لي كونيكتور لوجيك، ولكن نلقى غير علامه من علامات الوقف. كيما هنا il ne parle pas bien anglais virgule il parle parfaitement français. دونك هنا عندي فيرغول، ولكن انا كي نقرا المعنى نفهم باللي كاين علاقه تاع تضاد ما بين الشطر هذا والشطر هذا، مالغري الاداه ما كانتش سكلاف. تري بيان، كيفاش يجيني السؤال هذا في الباك؟ يجيني كيما اي سؤال تاع لي رابور لوجيك، كيما هضرنا عليه في لا كوز اي لا كونسيكونس. ممكن يعطيني جمله ويقول لي وش هو لو رابور اكسبريمي، وعاود يكتب الجمله باستعمال اداه اللي تعبر على لو ميم رابور، ولا يمد لي جملتين ما همش مربوطتين اصلا ويقول لي اربط ما بيناتهم باداه، كيما في البكالوريا هذه سوجي دو باك لونغ زيترونجير 2019 سوجي نيميرو 2 كيسيون 9. هنا قال لي لا سيونس ا ابورتي دي مويان دو بونور، لا كورس دو ديفلوبمون induit l'hyperconsommation, la pollution est de grands risques écologiques. هنا واش قالك؟ قالك relier les deux énoncés ci-dessus de façon à exprimer l'opposition. نحدد لي هو لو رابور. قالك برك اربط بيناتهم بحيث انك تعبر على لوبوزيسيون. خلاص نجيب هذه الاولى ونحط اداه تعبر على لوبوزيسيون ونزيد هذه الثانيه فقط. هاي الاجابه النموذجيه. ها هنا قال لي باللي العلوم كيما نقولوا جابت لنا دي موان دو بونور، يعني شغل ساعد الانسان انه يكون عنده وسائل تاع رفاهيه ويعيش في كيما نقولوا بيان، ولكن لو ديفلوبمون هذا واش دارنا؟ اثر على البيئه، يعني دارنا لا بوليسيون ودارنا بزاف مخاطر تاع البيئيه. هذا هو يعني كاين تضاد ما بين الفكره هذه والفكره هذه فقط. هنا ماشي شرط تحط مي، يعني مادام قالك لوبوزيسيون تحط له اي اداه اللي تعبر على لوبوزيسيون بشرط انها تتحط في وسط الجمله. والسؤال هذا عليه نقطه ونص، يعني بونوس عطاك جملتين قالك ربط لي بيناتهم باداه اللي تعبر على لوبوزيسيون. يعني هذا حفظ الطابلو هذا تاع الادوات راه ضروري، لانه لو كان ما تحفظش الادوات اللي يعبروا على لوبوزيسيون ولا لا كونسيسيون راك ما تقدرش تجاوب على السؤال هذا. خلاص ومدينا لكم ثاني هنا بزاف من النماذج اللي جاو فيهم
الاسئله على لا كونسيسيون و لوبوزيسيون، ها هما كتي يعني نماذج من مواضيع تاع بكالوريا 2021 2021. بزاف من النماذج تقريبا بنفس، يا اما يقول لك لي لو رابور لوجيك اكسبريمي، ولا يقول لك اربط لي ما بين الجملتين فقط. هذا واش عندنا في الوحده هذه تاع التكست ارغومونتاتيف، وشي هما الدروس المشتركه بينها وبين بلاي ليست تاع لو تكست هيستوريك، وشي هما يعني النقاط اللي راح حتى هما يطيحوا ويطرح عليهم سؤال في الوحده تاع لو تكست ارغومونتاتيف. يطرح لك سؤال على لو شون ليكسيكال، يطرح لك سؤال على لا كيسيون دو سينتاز، يطرح لك سؤال على لو باساج لاكونير تاع الفقره بالفراغات، يطرح لك على لا سوبجكتيفيتي لوبجكتيفيتي دو لوتور، لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، لي ريلاسيون لوجيك امبليسيت اكسبليسيت هضرنا عليهم دركا، رانا قلنا العلاقات المنطقيه قادر تجيك ثاني لا كوزي لا كونسيكونس، ماشي شرط انها تكون تابعه غير تكست هيستوري، قادر يجيك مع لو تكست ارغومونتاتيف، ممكن تلقاها في لابيل سا ديبون. ويسونسييل هو على بالو بلي في التدرج الوزاري الدروس هذو كامل قريتهم، ممكن انه يطرحهم لك مع اي نوع من النص. سي كلير لي بروسيدي اكسبليكاتيف، لي فالور دي دو بوين، لي فالور دي كونديسيونيل، لي سبستيتو، هذو كامل رانا شفناهم في الوحده نتاع البلاي ليست هذه جديده نتاع لو تكست هيستوريك في فيديوهات قصيره. دوك نحط لكم الروابط في صندوق الوصف، يعني تروح تلقى العناوين هذو وتلقى الروابط تاعهم، يعني اللي ما شافهمش، اللي شاف البلاي ليست سي بون راه تهنا، يعني راه نحى 80% من المراجعه. خلاص نشوفوا مع بعضنا درك الجزء تاع لا برودكسيون ايكريت. كيما هضرنا كيما قلت لكم في بالنسبه لو تكست هيستوريك، كي وصلنا للجزء تاع التعبير قلت لكم في التعبير راهو عندكم موضوعين اختياريين، يا يعني اما دير لو كونت روندي اوبجيكتيف ولا كريتيك بالنسبه للغات، ولا دير تعبير فقره تاع التعبير حر. انا نشتي نركز بزاف على لو كونت روندي اوبجيكتيف لانه تقدر تجمع فيه النقاط وعندك فرصه انك تدي فيه نقطه مليحه. تخي بيان، دونك هنا مديت لكم لي موديل، هم تروا موديل دوك نحطهم لكم في المنتدى تاع القناه. بالنسبه للتلاميذ راهم يطلبوا مني نحط لهم لي موديل كيما هضرنا، لو كونت روندي تكون فيه لاكروش اللي هي المقدمه اللي نطرح فيها نوع النص وشكون هو الكاتب ومنين استخرجت النص تاعي وعدد الفقرات والموضوع تاع النص ولا فيزي سي بون، هذه تجيني في فقره. الفقره الثانيه راح ندير فيها لو ريزومي، كيفاش نلخص. الناس اللي يقولوا لي مدام نعطينا كيفاش نلخصوا الافكار، تلخيص تاع الافكار نص انك تروح لكل فقره تحاول انك تجيب الفكره الاساسيه تاعها تصيغها على شكل جمله اسميه، يعني تحاول انك تلخص على قد ما تقدر باسلوبك. وانا وريتكم قلت لكم لازم تحاولوا انكم تستغلوا الاجابات تاع الموضوع في حد ذاته، تخدموا بهم لو كونت روندي فقط، يعني لازم تكون ذكي وتعرف كيفاه، لانه هذاك لو كونت روندي واش هو راه الحوصله نتاع الاجابات اللي كنت تجاوب عليهم في الاسئله هذو. تكون ذكي فقط وتعرف كيفاش تستغلهم، يعني انا نعطيك المول هذا راه قالب يعني تقدر تستعمله، وانت تبدا تعمره بالمحتوى تاع النص تاعك تاع البكالوريا، وتعرف برك فقط كيفاش تجيب الافكار الاساسيه تاع كل فقره وتستغل الاجابات وتحاول انك تصيغ الاخرى تاع لو ريزومي نتاعك بطريقه ذكيه. دونك هذا الموديل الاول، وعندنا هذا الموديل الثاني، ها هو كتي، يعني تخير الموديل اللي يساعدك، وعندنا هذا الموديل تخوازيام موديل، ها هو كتي، نوتخ تكست ارغومونتاتيف بورتون كوم تيتر، ايتي كري باغ، وهنا لو نون دو لوتور، يا ايتي اكستخي دو سون اوفغ، هنايا إذا كان كتاب، إذا كان جورنال ندير اكستخي دو جورنال، على حساب، هنا لا دات تاعي، إذا كان شهر ندير اون، إذا كان باليوم والشهر والسنة ندير لو، سي كلاغ، إذا كان غير السنة نقول باغ اكزومبل اون 2019، اون 2021، كيما هكا، دون سو تكست ليكخيفان تخات لو تام، ونحط وش هو لو تام، بعدها نحط لا فيزي كومونيكاتيف تاع لوتور تاعي، بعدها نروح للفقرة الثانية، لازم نحتارم هنا لا بونكتواسيون راهي تلعب دور كبير. والورقه تاعي كي بريزونتيها راهي تلعب دور كبير. بعد نبدا دون سيت اكري لوتور ديفون، ونبدا نحط لا تيز. بيان سور لو كونت روندي يختلف شويه على لو تكست هيستوريك لانه البنيه تاع النص الحجاجي تختلف على البنيه تاع لو تكست ارغومونتاتيف وتختلف على لو تكست تاع لابيل فقط. بالنسبه لشعبه لغات اجنبيه نفس الطريقه نفس المنهجيه لو ميم موديل بالنسبه لو تكست ارغومونتاتيف كيما لاكروش حتى نتوما، وعندكم لو لا بارتي تاع لو ريزومي. الحاجه اللي زايده عندكم هي لا بارتي كريتيك، بروبوزيت عليكم هنا دي موديل تاع لي بارتي كريتيك يعني معتمده وتدي ليها باذن الله نقطه مليحه تخص يعني لو تكست ارغومونتاتيف، لانه لا كريتيك لا بارتي كريتيك تاع لو تكست ارغومونتاتيف تختلف شويه على لا بارتي كريتيك نتاع
le texte historique qui met là pour conclure je peux dire que l'auteur a mis l'accent sur un thème important d'un nouveau débat يعني surtout il est le sujet تاعي يهضر على un thème d'actualité يعني موضوع جديد il a préféré la simplicité avec l'usage d'un vocabulaire accessible le texte est bien structuré les idées sont enchaînées claires et profondes en avançant des arguments pertinents et convaincants suivis d'exemples concrets يعني هذا موديل تاع لا بارتي كريتيك هذا بالنسبه للموديل الثاني اون ديفينيتيف جيستيم كو ليكريفان ابوردي ان تيرم تري امبورطون اي لا سو فير باسي سون ميساج ا ترافير ان ستايل ريداكسيونيل سامبل افيك لوزاج دو فوكا اسونسييل لا بارتي كريتيك كيما هكا هادو كاين فيها يعني حطيتكم نقاط اللي راه يحوس عليها المصحح سيتو هذا بالنسبه للتروازييم موديل هذه خاصه بشعبه لغات اجنبيه يعني لا بارتي هذه راهي كيف كيف نفسو لو كونتوندو اوبجيكتيف واش هو هنايا الجزء هذا تاع لا بارتي كريتيك خاص باللغات الأجنبية فقط إلى اللقاء في الفيديو التالي بإذن الله تعالى.